احنا يا ريت ان احنا نخلي الدوري يرجع تاني والكوره ترجع تاني زي ما كانت والحياه ترجع تاني طبيعيه، عشان احنا حابين الكوره، حابين ان احنا يعني نبدا في الحياه في الكوره وكده تيم. طبعا انا مع رجوع الدوري، بس الظروف اللي احنا فيها نتمنى ان الكوره ترجع، ونتمنى ان احنا نحب الكوره ونحب ان احنا حاجه نشجعها، حبيناها كلنا. متابع معلول والرأسيه والتسديده جول. يا ريت والله يرجع، يا ريت الكوره ترجع زي الاول. كمان دلوقتي حتى الدوريات اللي بره رجعت واحنا لسه. بشوف انه من المؤيدين لعودة الدوري المصري، فالفترة بتاعت التوقف كبيرة وبتأثر على الناس، وانا حسب بحس يعني اسوأ بالدوريات الاوروبية. كل الناس اشتغلت والحمد لله، ده الدوري الاسباني ابتدى والدوري الايطالي اتلعب في الكاس وكده. هما بيقولوا وقاية وهننظم بوقايه ومن غير جمهور وتباعد، احنا كده كده ما بندخلش جمهور بقالنا اكتر من 8 سنين. الدوري كده كده عندنا في مصر من غير جمهور، فلو كمل زي ما هو من غير جمهور ايه المشكله يعني؟ ممكن يكمل من غير جمهور زي ما احنا ماشيين وهي هي. طبعا يا عم دي صناعه دوليه، كره القدم دي صناعه لحالها، فاللعيبه اجور اللعيبه، الانديه، العمال بتاعتهم، المدربين، الحاله صعبه جدا في التوقف ده. لا هي المشكله مش في الاهلي ان هو فايز اللقب، هو الاهلي انا اهلاوي بس انا بحب اشوف احب الكره الحلوه، احب ان انا مثلا اتفرج على اهلي وزمالك، احب ان انا اتفرج على اللعيبه بتلعب، مش شرط ان هو الاهلي يبقى بطل الدوري ان هو خلاص ما يلعبش، لا انا نفسي اشوف كوره، نفسي اتفرج على كوره زي الاول. لو هو ينهي الموسم يدي الاهلي بطل الدوري مفيش مشكله، ان ايه اتوج الاهلي بطل زي ما حصل في فرنسا. ماشي احنا وكنا وبصينا الاهلي هو متصدر الدوري فعلا، هو زي ما حصل في فرنسا مثلا باريس سان جيرمان هو خد بطل الدوري عشان اول الدوري، ما انت لو غير الدوري فانت لازم تلزم بالقواعد اللي هي الاهلي بطل الدوري. خدها بشكل رائع، الشحات يسدد وعواد يتصدى عواد.